من خان يونس ينضم إلينا مراسل العربي عبد الله مقداد، أهلا بك من جديد عبد الله. انقل لنا كيف يعيش الغزيون ساعتهم الأخيرة من الهدنة المتفق عليها، هدنة الأيام الأربعة. نعم رويدة، يعيشون بأمل كبير بأن يكون هناك تجديد لهذه التهدئة في قطاع غزة. لديهم آمال عريضة وكبيرة جدا أن يتم أن تكون هناك عملية تمديد. نحن هنا في السوق المركزي في مدينة خان يونس، عدد كبير من المواطنين خرج في هذا الجو البارد وأيضا في ظروف جوية سيئة، خرجوا للتزود باحتياجاتهم خشية من أن تنتهي التهدئة وتعود إسرائيل مرة أخرى للعمليات العسكرية على قطاع غزة، وبالتالي هنا لن يتمكن أحد من الخروج أو الوصول إلى هذه الأماكن. عاشوا أيام صعبة وأسابيع طويلة من الألم والدمار والتهديد الحقيقي على حياتهم، يحاولون استرق ما تبقى من هذه الهدنة من وقت بالعودة أو استجماع قواهم الحياتية، محاولة تفقد احتياجاتهم، محاولة الحصول على ما فقدوه في منازلهم المدمرة، محاولة تحسين واقعهم الحياتي حتى في داخل مراكز الإيواء. نحن نعلم جيدا بأن دخول فصل الشتاء هو بالنسبة للنازحين بمثابة أزمة إنسانية كبيرة جدا، وبالتالي الواقع الإنساني صعب جدا عليهم، والخشية لديهم بين أن يترك هذا الموضوع أثر سلبي وإنساني كبير جدا عليهم في ظل فصل الشتاء وفي ظل تداعيات كبيرة على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. الواقع صعب جدا في هنا في قطاع غزة، التداعيات الإنسانية تتكشف تفاصيلها يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة. في صباح اليوم كنا في مركز توزيع للأنروا وشاهدنا كيف هي الطوابير الطويلة جدا من قبل المواطنين للحصول على حصتهم من أكياس الطحين أو الدقيق في أسواق في قطاع غزة، وذلك بعد أن فقدت هذه المادة منذ عدة أسابيع وأصبح شحيحا في الأسواق. الإضافة الأكثر والأسوأ من ذلك هو أن الصومعة الوحيدة التي كانت تزود الأسواق بمادة الدقيق قصفتها إسرائيل وبالتالي خرجت عن الخدمة، وهذا بلا شك كله ترك تداعيات إنسانية كبيرة. الأمر الآخر رويدة وهو موضوع المساعدات، صحيح أن هناك شاحنات محملة بالمساعدات تدخل إلى قطاع غزة، معظمها إما مساعدات طبية أو مساعدات إنسانية، لكنها لم تصل إلى كافة المناطق إلا بصعوبة بالغة. بالأمس مثلا وصلت الشاحنة الثانية وعددها محدود لسكان شمال قطاع غزة. المساعدة الطبية كما تقول وزارة الصحة لم تصل إلى مشافي شمال قطاع غزة، وبالتالي هناك تهديد حقيقي جدا على الواقع الإنساني هناك وعلى الواقع الحياتي للمرضى وللمواطنين في المنطقة الشمالية، لا سيما في ظل إصرار الاحتلال الإسرائيلي على تحديد عدد الشاحنات وتحديد كمية المساعدات والوقود الوارد إلى تلك المنطقة. المساعدات وموضوعها للأسف الشديد معقد جدا، تسمح إسرائيل بإدخال عدد محدود من الشاحنات في غزة، الكميات محدودة جدا، ونوعية المساعدات أيضا التي تصل إليهم محدودة، لا وجود للبضائع والمواد الغذائية في الأسواق، وبالتالي كلها أثرت بشكل سلبي وكبير جدا على الواقع الحياتي في غزة. الآمال والتطلعات كبيرة لدى المواطنين هنا في غزة بأن يكون هناك بالفعل تمديد حقيقي للهدنة، أن يكون بالفعل هناك تحسين في عملية إدخال المساعدات، أن يسمح بإدخال البضائع والمستلزمات الغذائية والاحتياجات الإنسانية إلى قطاع غزة في ظل هذا الواقع الإنساني الذي فقدت من الأسواق كل أشكال البضائع، وبالتالي باتت التحديات أمام المواطنين هنا في غزة كبيرة وصعبة جدا. وعليه يمكن القول بأن تمديد الهدنة لأيام إضافية وإدخال وحده لا يكفي، يجب أن يكون هذا الأمر مرتبط بزيادة إدخال الشاحنات، بالسماح بإدخال الوقود بشكل أكبر، بالسماح بإدخال البضائع بشكل أوسع. الوقود الذي دخل فقط شغل بعض محطات تحلية المياه، لم يكفي لتشغيل محطات معالجة الصرف الصحي، وبالتالي هذا كله ترك تداعيات حتى بيئية خطيرة جدا، لا سيما وأننا نتحدث عن فصل الشتاء وبدء هطول الأمطار، وهو ما سيترك انعكاسات سلبية وكبيرة جدا على الواقع الحياتي للمواطنين. شكرا عبد الله مقداد من خان يونس، أذهب الآن إلى مستشفى ناصر.